اللهم يسر. آخر سؤال، سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، لدي خادمة وترغب بالحج وليس معها محرم، هل يجوز أن أسمح لها بالذهاب مع حملات الحج؟ أفتونا جزاكم الله. لا أرى هذا، الخادم التي ليس مع محرم لا تحج بلا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في الخطبة قال: لا تسافر امرأة مع ذي محرم إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته. ولم يسأله الرسول عليه الصلاة والسلام هل المرأة كانت آمنة أو غير آمنة، ولا هل هي شابة أو عجوز، ولا هل هي جميلة أو قبيحة. فدل هذا على العموم. لكن لو فرض أن قوما عندهم خادم ويريد أهل البيت أن يحجوا جميعا والمرأة ليس معها محرم، هل يحجون بها؟ فالجواب نعم، لأن بقاءها وحدها أخطر من كونها تحج معه. والمحرم إنما وجب لصيانة المرأة، ففي هذه الحال لا بأس. أما يرمى بها مع الحملات فهذا لا يجوز. نعم.